انفكشن عن طريق ايش؟ هذه عن طريق الغسل اليدين، المعقمات، always wash your hand or use an alcohol based hand sanitizer before and after touching a patient. يعني احنا قبل كل ما نزور المريض، قبل ما ندخل من عند المريض وبعد ما نطلع، لازم احنا نغسل ايدينا ونعقمهم بالالكوهول بيس حتى نمنع النوزوكومي انفكشن اللي هو ان هوسبيتال اور اذر هيلث كير فاسيلتي ان هوم ات واز نوت بريزنت اور انكوبيتنج ات تايم اوف ادميشن اور ريزيدوال اوف ان انفكشن اكوايرد دورينج بريفيوس ادميشن. يعني هو الانفكشن اللي ياخذه المريض بالمستشفى، مو فقط المستشفى، او اذر هيلث كير فاسيلتي in whom it was not present or incubating at time of admission، يعني ما كان عنده هاي المشكلة بالوقت الدخول، أو أيضا residual of an infection acquired during a previous admission. It includes nosocomial infection, infection acquired in the hospital but appearing after discharge, and also infection among the staff of the facility. يعني حتى إذا صار infection بالستاف، هذا هم نسميه nosocomial infection. Occur at rate of approximately 5 to 10% admission in some hospital. Mainly nosocomial infection are associated with، يعني مو كل اللي يدخلون المستشفى ياخذون nosocomial infection، بس مثلا اذا يظلون الوقت طويل extended length of stay، substantial morbidity اذا عندهم امراض مزمنه، وايضا اذا كان عندهم prolonged therapy، هذول راح يكونون معرضين لل نوزوكوميال انفكشن. هذا كلش مهم. اذا جاكم السؤال يعني من هم الاشخاص المعرضين للنوزوكوميال انفكشن، اذا كان extended length of stay، substantial morbidity and prolonged therapy، هذول راح يكونون more risky with nosocomial infection. واضح عيني طلاب لحد هسه تعريف ما نوزوكوميال انفكشن وين يصير؟ نعم واضح. زين، من يدخل قلب ايمو مستشفيات راح يكون اكثر النوزوكوميال انفكشن؟ حميات. حميات. نعم. مستشفى الحميات. زين، ليش مستشفى الحميات بالتحديد يعني؟ الأكثر المرضى هم infectious disease. If medical staff are not adequately trained and guideline not well developed and monitored, this will increase nosocomial infection. يعني إذا ماكو staff مدرب، إذا ماكو فد ضوابط معينة ومراقبة، هذه كلها راح تزيد risk of nosocomial infection. احنا بكل ابيديميولوجي عندنا شيء اسمه الديسكريبتيف ابيديميولوجي، اللي هو الابيديميولوجيكال تراينجل. عندنا ايجنت، عندنا هوست، وعندنا انفايرمنت. الايجنت فاكتور اللي هي pathogenicity and virulence of microorganism، invasiveness and toxicity، tissue selectivity، antigenicity، viability، dosage of infection، كل هاي راح تاثر لنا على nosocomial infection. فاحنا عندنا ايجنت، هوست، environment. الايجنت قلنا الباثوجينيسيتي اند فيرولنس اوف مايكرو اورجانيزم، انفيزيفنس اند توكسيسيتي، تشو سيلكتيفيتي، انتيجينيسيتي، الفايابيلتي اند دوزج اوف انفكشن. كل هاي العوامل راح تاثر لنا على الانفكشن. نجي كمان بكتيريال ايجنت. زين، ايش تتوقعون اكثر بكتيريا راح تعمل لنا النوزوكوميال انفكشن؟ نعم، اللي هي واحدة من الأنواع. بعد الستافل ستريب بكتيريا. نعم، الستافل ستريب. بعد إيكولاي. الإيكولاي، very good. بعد فإذا جاكم سؤال الكمن بكتيريا الأيجن، راح تكون
سيدوموناس اريجينوزا انتيروكوكاس كوغولاس نيجاتيف ستافيلوكوكاي اي كولاي ستافيلوكوكاس اورياس وايضا عندنا 45% اذر بكتيريا. فاذا هذه النسب يعني شويه مهمه 9% سيدوموناس انتيروكوكاس 10% 11% اللي هي كوغولاس نيجاتيف ستافيلوكوكاي 12% الاي كولاي ستافيلوكوكاس إيروزا اللي هي 13% و 5% سوري 45% أذر بكتيريال أيجل. زين قلنا الأيجل فاكتر شرحناها، نجي على الهوست فاكتر اللي هي الريزيستنس والإميونيتي، الجينيتيك فاكتر، فيسيولوجيكال فاكتر، الأيج أند سيكس، سوشيال أند هابيتوال فاكتر. هذه كلها الهوست يعني الشخص اللي راح يتعرض للإصابة هذه كلها راح تفرق عنده الريزيستنس والإميونيتي مالته، الجينيتيك فاكتر، الأيج، ستيكس، السوشيال، هابيتوال فاكتر، هذه كلها راح تأثر لنا على الإنفكشن. وأيضا الانفيرومنتال فاكتر اللي هي الانفيرومنت مال الهوسبيتال، فيزيكال، بيولوجيكال، سوشيو كلتشر أند إيكونوميك، كلها راح تأثر لنا على عملية النوزوكوميال إنفكشن اللي هي كنا كلها كنا سميناها epidemiological triangle اللي هي الايجنت والهوست والانفايرمنت. طلاب اكو حدا عنده سؤال لحد الان؟ واضحه المحاضره؟ واضحه دكتور. اوكي نجي على diagnostic procedure medical or surgical therapy it can cause infection. يعني diagnostic procedure مش ليش diagnostic procedure الكاثيتر هذيك تريتمنت يعني من ضمن التريتمنت الكاثيتر بس احنا عنقود ترمومتر ترمومتر الانتيوبيشن تريكل انتيوبيتر اللابروسكوب السيستوسكوب كل هذه نسميها دايجنوستيك بروسيجر. يعني الاشياء اللي نستخدمها للدايجنوست قد بي تعملنا الانفكشن وتسمينه نوزوكوميال انفكشن. البوتنت اميون سبريسنت كيموثيرابيوتيك ايجنت اند انتيبايوتيك هذه ايضا راح تاثر لنا على النورمال فلورا وراح تزيد لنا نسبه النوزوكوميال انفكشن. اكسبوجر تو بيرسون هو ار انفكتد اور كارير كان ترانسميت انفكشن اللي هي الهيلث وركر اور بيشنت يعني احنا ما راح ندخل المستشفى راح نتعرض للبيشنت الموجودين راح نتعرض للهيلث وركر هذول اصلا كود بي يعني حاملين او يكونون اصلا انفكتد فلهذا راح نكون معرضين اكثر للنوزوكوميال انفكشن. واكثر الاماكن اللي راح تكون موجوده النوزوكوميال انفكشن اللي هي الريفيرال هوسبيتال المستشفيات اللي راح نحيل عليها الحالات المرضيه. ليش؟ لانه راح تكون يعني نستخدم بوتنت انتيبايوتيك راح نستخدم مضادات حيويه كلش قويه وهي احنا ما راح نستخدم المضادات الحيويه راح تعمل لنا افكت النورمال فلورا مال البادي ولهذا راح تزيد لنا نسبه النوزوكوميال انفكشن. Infection rate differ considerably among hospitals. قلنا كل مستشفى تختلف عن المستشفى الثانية. Referral hospital generally has higher rate than community hospital. ليش؟ قلنا more complex patient mix مرضى يختلطون بصورة أكثر. More aggressive mode of therapy use. هذا كلش مهم. المعدل الإصابة بمستشفيات تختلف من مستشفى إلى آخر. إلى أخرى بالرفيرال هوسبيتال راح تكون مور ذان الكوميونيتي هوسبيتال. ليش؟ لأنه مور كومبلكس بيشنت ميكس ومور أجريسيف مود أوف ثيرابي يوز لهذا راح تكون أكثر بالرفيرال هوسبيتال لأن قلنا راح نستخدم علاجات كلش قوية وراح تمنعنا تقلل لنا تأثر النورمال فلورا مال البادي وراح تزيد لنا النوزوكوميال انفكشن. General risk factor of nosocomial infection within hospital. هاي داخل المستشفى. The risk factor. أشني general risk factor. إذا قلنا prolonged stay 48 ساعة أو أكثر. Mechanical ventilation. Diagnosis of a trauma. The urinary catheter. هذه كلها تغح زيادة على risk nosocomial infection within hospital. وهذا عندنا ال triangle اللي هي microorganism in the hospital environment. Compromised host, chain of transmission, كلتنا راح تعمل لنا النوزوكوميال infection.
كلش مهمة. General risk, fatal ventilation, urinary catheter, diagnosis of trauma, هاي كلها راح تأدينا إنه زيدنا risk of nosocomial infection within hospital. هلا واضح الصوت يمكن؟ واضح. نجي على source of hospital acquired infection, contaminated hospital environment, invasive devices, medical personnel, patient flora. كل هذه على الشوفور راح تعملنا حلقة متواصلة تعملنا هي source of hospital acquired infection, يا أما contaminated hospital environment, the instrument, the fluid, the food, the air medication. وايضا invasive device اللي هي urinary catheter, vascular catheter, endotracheal tube, الوند, الاندوسكوب, وايضا راح لها علاقه بالميديكال بيرسونيل اللي راح تكون colonized, infected transient carrier, وايضا لها علاقه مع البيشنت فلورا اللي هي cutaneous, gastrointestinal, genital urinary, respiratory. فهذه اذا عشفوها راح تعملنا حلقه متواصله وتؤدينا الى النوزوكوميال انفكشن اللي هي hospital acquired infection. يعني السورس مالتنا يا اما من الانفايرمنت, من الانفيزف ديفايسز, الميديكال بيرسونيل والبيشنت فلورا, كل هذه راح تؤدينا الى النوزوكوميال انفكشن. نجي على prevention مالتنا general outbreaks. أول شيء اللي قلنا clean hands save life, investigation of mode of transmission, appropriate use of diagnostic procedure, invasive device and medical therapy particularly antibiotic, hospital environment may be modified, strategy to proper use of isolation material, hand washing and other effective approach to prevent transmission. حتى نمنع التransmission. هذه هي الجنرال outbreak prevention مالتنا. لازم نعمل investigation reservoir والmode of transmission, نعمل appropriate use of diagnostic procedure, يعني ما كل من جاء نستخدم له الانكوبيشن او urinary catheter او vascular catheter, هذه نعمل appropriate use, invasive device and medical therapy particularly لازم نستخدم antibiotic معها حتى نمنع الانفكشن, الانفايرمنت نعمل بها موديفايد, وايضا قلنا نستخدم الايزوليشن ماتيريال, هاند واشينج, اذر افكتيف ابروش تو بريفنت الترانسميشن. زين من الدقيق قال لي ايش من الانواع الموجوده للنوزوكوميال انفكشن, ايش تتوا ايش تعرفون انت من الانفكشن النوزوكوميال انفكشن؟ طلاب معي دكتورة يوتي اي اليوريا تراك انفكشن, عافية عليكي. بعد ريسبيراتوري انفكشن, ريسبيراتوري انفكشن. بعد جاسترو انتستينال تراك انفكشن اللي هي نسميها الدياريا, نوزوكوميال دياريا. نعم. بعد الوند, وند انفكشن, البلاستريم, البكتيريميا, هذه كلها انواع من النوزوكوميال انفكشن. فنجيب اول وحده اللي هي يورينري تراكت انفكشن, قد اكونت 1/3 اوف نوزوكوميال انفكشن اللي هي نوزوكوميال يورينري تراكت انفكشن. 80% of nosocomial urinary tract infection caused by urinary catheter. عالتشعون 80% من الـ UTI الستيب الـ nosocomial infection سببها الـ urinary catheter. The typical urinary tract infection prolongs hospital stay, يعني بسبب البقاء الطويل بالمستشفى لهذا راح يصير عندهم urinary tract infection. Prevalence of bacteriuria during a short-term use of catheter is approximately 15% compared with prevalence of
90% in long term use. يعني احنا اذا خلينا اليورينري كاثتر لمده طويله 90% راح يصير عندهم يورينري تراكت انفكشن، بينما اذا خليناها لمده قصيره فقط الريسك مالتها راح تكون 15%. لهذا وحده من البريفنشن مالتنا انه نعمل دائما نبدل اليورينري كاثتر او نسميها انترميتد يوز اوف يورينري كاثتر، ما نخليها لفتره طويله لهذا حتى نمنع النوزوكوميال انفكشن. واضح عيني طلاب؟ معاي طلاب؟ يا دكتورة نعم. قلنا الريسك فاكتور فور بكتيريوريا اللي هي duration of catheterization، المايكروبكتيريال colonization of a drainage bag، no antibiotic use، female gender يعني أكثر تشيركم بالfemale، diabetes mellitus، abnormal serum creatinine، error in catheter care، كل هذه راح تزيد لنا الريسك للبكتيريوريا بال عن طريق الاستخدام اليورينري كاثتر. duration of catheterization، microbacterial colonization of a drainage bag، no antibiotic use، الفيميل جندر، الديابيتس ميلايتس إذا موجود، أبنر مسيرم كرياتينين، وأيضا إيرور إن كاثيتر كير، كل هاي راح تأدينا للبكتيريوريا وحسنا عندنا نوزوكوميا يورينري تراكت إنفكشن. واضحة طلاب؟ نعم. البريفنشن حتى نمنع اليورينري كاثتر يورينري تراكت انفكشن عن طريق اليورينري كاثتر، اول شيء بريفنشن اوف كاثترايزيشن باي ذا يوز اوف الترناتيف ابروتش اللي هي بيشنت تريننج، الميديكيشن، سيرجري، يوز اوف سبيشال كلود اند باكس، انترميتد كاثترايزيشن يعني قلنا نخليها ونشيلها حتى ما تظل لفتره طويله، يوز اوف اكسترنال كولكشن اند يورينري دايفرشن، اليورينري دايفرشن هذه فد سيرجيكال اوبريشن حتى اذا كان عنده مشاكل باليورينيشن نعمل لها سيرجري حتى نمنع الكاثترايزيشن ونمنع اليورينري تراكت انفكشن. فقلنا the prevention of catheterization by use of the follow alternative approach، يا أما patient training، medication، surgery، use of special clothes and bags، intermittent catheterization يعني ما خلي الفترة طويلة حتى ما يصير عندنا risk of bacteriuria، وأيضا use of external collection and urinary diversion. The prevention of bacteriuria was catheterized recommended نعمل minimizing the duration closed drainage system يعني نقلل ال duration مع الكاثيتر حتى نمنع البكتيريوريا. good hand washing after caring each patient is single measurement most likely to prevent cross transmission of urinary pathogen. احنا رأسا يعني قبل ما نخلي الكاثيتر وبعد ما نخلي الكاثيتر احنا لازم نعمل thoroughly hand wash حتى نمنع the transmission مع المايكرو أورجانيزم عن طريق الكاثيتر. طلاب عيني أكو حد عنده سؤال أو استفسار لحد هسه؟ المحاضرة واضحة؟ نعم دكتورة واضحة. أوكي. هسه إحنا خلصنا اليورينري تراكت إنفكشن، قلنا تقريبا تكون مسؤولة عن one third of nosocomial infection، 80% السبب هو اليورينري كاثيتر، وقلنا الريسك فاكتور اللي إذا كان فيميل، إذا كان عندهم ديابيتس، أبنورمال كرياتينين، إذا كان برولونج ستي للكاثيترايزيشن، وقلنا أيضا إذا كان ايرور بالكاثيتر كير، هذه كلها راح تكون مسؤولة عن البكتيريوريا. والبريفنشن قلنا نمنع الكاثيترايزيشن عن طريق البيشنت تريننج، ميديكيشن، سيرجري، يوز اوف سبيشال كلوثز اند باكس، انترميتد كاثيترايزيشن، وايضا يوز اوف اكسترنال كولكشن اند يورينري دايفرشن. واذا خلينا الكاثيتر نعمل مينيمايز دوريشن، وايضا قلنا نعمل الوش هاند، هذه سنجل ميجر موست لايكلي تو بريفنت كروس ترانسميشن اوف يورينري باثوجين. هسه احنا خلصنا اليورينري تراكت انفكشن of nosocomial infection. نجي النوع الثاني اللي هو
lower respiratory tract infection and pneumonia. هذه account about more than 13% of nosocomial infection. The case fatality rate مالتنا 20 to 50%, لأنه هي respiratory راح تكون كلش عالية راح تعملنا نيمونيا. Nosocomial pneumonia associated with an excess length of stay of more than 1 week. يعني إذا ظل المريض أسبوع أو أكثر بالمستشفى راح يكون معرض أكثر للنيمونيا. Most of nosocomial lower tract respiratory tract infection occur in ICU and surgery recovery unit. هذول راح يكونون ليش؟ لأنه راح يكونوا معرضين إنه يكون لفترة طويلة بالمستشفى أكثر أو تقريبا أسبوع، فلهذا راح يكونون أكثر عرضة لل lower respiratory tract infection and pneumonia. The predisposing factor. إيش هي the predisposing factor حتى يصير عندهم lower respiratory tract infection and pneumonia؟ أول شيء إذا استخدمنا endovascular intubation، tracheostomy. ليش؟ إذا عملنا tracheostomy lead to decrease lower respiratory tract defense mechanism, drying and direct route of entry. رأسنا راح تفوت الميكروأورجانيزم. إذا استخدمنا الventilator. Contaminated aerosol, other contaminated equipment, chronic lung disease, إذا كان advanced age, prior administration of antibiotic, immune suppression, كل هذه راح تكون predisposing factor حتى يصير عندنا lower respiratory tract infection and pneumonia. طلاب هاي السلايدات كلش مهمة. يعني predisposing factor للinfection pneumonia قلنا إذا كان استخدموا endotracheal intubation, tracheostomy, ventilator, contaminated aerosol, other contaminated equipment, advanced age, إذا موجود chronic lung disease, إذا كان prior administration of antibiotic راح تقلل لنا تأثر لنا الفلورا النورمال فلورا وراح تقلل المناعة، ولهذا راح يصير أساساً الميكرو أورجانيزم تدخل على الريسبيراتوري تراكت تعمل لنا نيمونيا. وأيضا إذا كان يستخدمون الإميون سبريشن المناعة مالهم راح تكون قليلة وراح يكونوا معرضين للإنفكشن أكثر. البريفنشن ايش نحن راح نمنع اللور ريسبيراتوري تراكت انيمونيا؟ جنرال هيجين ميجر، يوز اوف بارير ايزوليشن ماتيريال، روتين ديكونتامينيشن اوف ريسبيراتوري اكويبمنت. يعني احنا لازم نعقم بصوره مستمره الريسبيراتوري اكويبمنت اللي هي الفنتيليتر، الايروسول، الانكيوبيشن، كل هاي الاكويبمنت لازم نعقمها. يوزينج كلوفز جونز اند ماسك، نستخدم الكفوف والملابس المخصصه للبيشنت والماسك حتى نمنع الانفكشن. وايضا اللي ساعدنا الانيوال انفلونزا اميونايزيشن اوف بيشنت and hospital staff، مو فقط للبيشنت، للهوسبيتال ستاف، حتى نقلل الريسك اوف نوزوكوميال نيمونيا. واضح عني ان نوزوكوميال نيمونيا اكو احد عنده سؤال او استفسار؟ طلع معي؟ واضح دكتوره واضح. اوكي. نجي على النوع الثالث اللي هو surgical wound infection. Surgical wound infection are now the second most common nosocomial infection accounting for at least 17%. احنا قلنا urinary tract infection one third of nosocomial infection. Pneumonia account 13%. هون surgical wound 17% اللي هي second most common nosocomial infection اللي هي surgical wound infection. Infection rate varies according to operative site and patient comorbidity. يعني يختلف ال rate على infection مال surgical wound عن يعتمد على operative site، وأيضا يعتمد على patient comorbidity. يعني إذا كان عنده أمراض أخرى راح يكون ال infection rate مالته راح تختلف. Sources مال infection إما inoculation from patient residual flora، يا إما من ال patient residual flora أو contaminated host tissue. Surgical team member hand at time of surgery، يعني إذا كان ال الأيدي مال التيم
خلال وقت العملية يكون غير معقم بصورة صحيحة، لهذا راح يكون source of infection, airborne contamination at time of surgery, وأيضا post-operative drain or catheter, هذه كلها راح تعمل لنا source of surgical wound infection. source قلنا يا أما inoculation from patient residual flora أو contaminated host tissue أو surgical team members hands and time of surgery, airborne contamination at time of surgery, post-operative drain or catheter, كلها راح تكون مسؤولة عن surgical wound infection. هذه إذا كان unwashed hand عشوفون growth mal bacteria 24 hours after nurse placed her unwashed hand on the palate. يعني هاي جابوا فد palate باللابراتوري وخلوا فد يعني الهاند مال النيرس كانت unwashed وعشوفون هاي colonization of bacteria هذه كانت كلها من الهاند مال النيرس كلها لأنه كانت unwashed hand. أشياء نمنع البريفنشن مع السيرجيكال وون إنفكشن، not shaving the operation site with a razor ما نحن قمنا عن طريق الماكينة، disinfection of skin at incision site إحنا قبل ما نفتح لازم نعقم المكان وبعدين نفتح نعمل incision، appropriate use of pre-operative antibiotic were indicated. Pre-operative antibiotics started immediately before surgery and continued for up to 24 hours after surgery are effective measures for prevention of surgical wound infection. فإحنا كنا not shaving the operation site with the razor ونعمل disinfection of the skin قبل ما نعمل incision site وأيضا appropriate use of pre-operative antibiotic يعني تقريبا 24 hour أو 48 hour before operation وأيضا خلال الoperation وبعد ما نعمل الoperation نعطي الantibiotic هذه كلها حتى نمنعنا surgical wound infection. نجي على النوع الرابع من النوزوكوميال انفكشن اللي هو النوزوكوميال دياريا كمان بروبلم الريسك فاكتور اذا كان older age severe underlying disease hospitalization of more than one week ايضا long stay in the ICU prior antibiotic treatment هذول كلهم راح يكونوا معرضين للنوزوكوميال دياريا قلنا اذا كانوا older age اذا كان موجود severe underlying disease اذا prolonged stay بالICU hospitalization more than one week prior antibiotic treatment كلها هاي راح تكون معرضين لل sorry نوزوكوميال دياريا. طلاب واضحة المحاضرة لحد الآن؟ واضحة دكتورة. أوكي. عندنا النوع الأخير اللي هو bloodstream infection اللي هو account 14% of nosocomial infection اللي هي سميها primary bacteremia و secondary bacteremia و primary bacteremia isolation of bacterial bloodstream pathogen in absence of an infection at another site يعني يعني الايزوليشن من البكتيريا من البلد وماكو اذر انفكشن او اذر سايت السكندري بكتيريميا اوكر وين بكتيريا ار ايزوليشن فروم ا بلد ديورينج ان انفكشن وذ سيم اورجانيزم ات انذر سايت يعني يا اما عنده يو تي اي او سيرجيكال وود انفكشن او لوور ريسبيراتوري تراك انفكشن هذه نسميها السكندري بكتيريميا أن البكتيريا تكون موجودة بالبلد وموجودة at the same another site اللي هي يا أما surgical wound يا أما urinary tract infection أو lower respiratory tract infection. Primary bacteremia اللي هي isolation of bacteria from blood stream و absence of an infection at another site. السورس مال البكتيريميا البرايمري او السكندري اللي هي عن طريق الاي في كاثيتر انترستيك اي في فلويد كونتامينيشن مالتي دوز بارنترال اي في ميديكيشن يعني مرات نضطر انه نخلي اكثر من 9 الاي في فلهذا راح يكونوا معرضين للبكتيريميا contamination of antiseptic اذا كانت الانتيسيبتيك مالتنا اصلا ملوثه فهي راح راسا تدخل لنا ال contamination of hand of health worker أيضا external colonization of the catheter هذه كلها راح تكون source of bacteremia primary أو secondary.
Thank you. خلصنا المحاضرة، كانت قصيرة محاضرتنا الثانية. أكو أحد عنده سؤال أو استفسار أو شيء ما واضح عن المحاضرة؟ طلاب؟ طلاب معي؟ واضحة دكتورة، واضحة دكتورة. أوكي، إحنا خلصنا هلا المحاضرات مالتنا، كان المحاضرة الثانية قصيرة لأن المحاضرة الأولى شوية كانت طويلة، فكنت خايفة أفتحها شوية المحاضرة الثانية أقصى. إذا ماكو سؤال أو استفسار إحنا خلصنا.